الزمخشري أمير البيان. هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، ولد في قرية زمخشر من قرى خوارزم، درس في بخارى وسمرقند، ثم انتقل إلى بغداد ليصحب كبار العلماء، ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة المكرمة، وعاد إلى خوارزم قبل وفاته. هو من الأئمة الذين فسروا القرآن الكريم وبرز في الفقه وعلم الحديث، وهو ممن كانوا معروفين بالبراعة في اللغة العربية، إذ كان الزمخشري متمكناً من البيان والنحو، ولقبه العلماء بجار الله لكونه مكث مدة من الزمن في مكة المكرمة. قال السيوطي: كان الزمخشري واسع العلم كثير الفضل، متفنناً في كل علم، معتزلياً قوياً في مذهبه. وذكر ابن حجر العسقلاني أنه كان في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصريف الكلام، وعده ياقوت الحموي إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب، وهو متفنن في علوم شتى. من أكثر الشيوخ الذين تأثر الزمخشري بعلمهم أبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهاني، ولما قدم بغداد سمع من أبي الخطاب بن البطر وأبي منصور الحارثي وأبي منصور الجواريقي، وأخذ الأدب عن أبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري وأبي منصور الأصبهاني. أما تلاميذه ممن تأثروا به فأشهرهم علي بن إبراهيم الحنفي وعلي بن محمد بن هارون وأبو الحسن الخوارزمي. للزمخشري كثير من التصانيف في التفسير والحديث واللغة والنحو والبيان والمعاني وغيرها، أبرزها الكشاف في تفسير القرآن، وهو من أشهر كتب المفسرين بالرأي والماهرين في اللغة العربية مع الانحياز للاعتزال، أساس البلاغة، ويعد من أهم المعاجم اللغوية القديمة. المفصل في صنعة الإعراب، وهو من أشهر المختصرات النحوية المؤلفة لضبط اللسان وتقويمه. الفائق في غريب الحديث، وهو معجم لغوي لغريب الحديث. المستقصى من أمثال العرب في مسائل اللغة والنحو التي تتعلق بالأمثال. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في الشعر والأدب والتاريخ وعلوم أخرى، وكتاب القسطاس في علم العروض. توفي الزمخشري بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة سنة 38 و500 من الهجرة.